يبدو أن الخطوة الموالية في السودان بعد الإعلان عن مجلس السيادة الجديد في البلاد هي البحث عن شخصية توافقية تتولى منصب رئيس الوزراء تنهي الانسداد السياسي الحاصل في البلاد. التسريبات الأخيرة تتحدث عن شخصية قانونية الأكاديمي هنود أبيكادوف الذي تفيد مصادر أنه أقرب المرشحين لقيادة الحكومة الانتقالية الجديدة بعد فشل مشاورات سابقة مع رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك لتولي المنصب وفي خضم الحديث عن تشكيلة حكومية جديدة تقود المرحلة الانتقالية المقبلة يواصل الاتحاد الافريقي تحركاته لاستعجال حل سياسي باعلانه عن وساطة في الايام المقبلة لتشجيع الفرقاء على ايجاد ارضية سياسية تنهي الازمة في البلاد ومع تسارع التطورات الميدانية باستمرار الاحتجاجات الشعبية الرافضة لقرارات وخطوات البرهان تطرح تساؤلات حول إمكانية نجاح المكون العسكري في الوصول إلى تشكيلة حكومية توافقية تعيد البلاد إلى مسارها الديمقراطية الذي كان قبل قرارات الخامس والعشرين أكتوبر المنصرم